مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من سوق القريعة الشهير. احنا الآن عند السي عزمي والسي ميلاس اللي غيهضروا لينا على التوقعات ديالهم على المنتخب اللي غيلعب غدا إن شاء الله مع جنوب أفريقيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وحنا كجميع المغاربة متفائلين، حنا كنقولها كما قلنا في البداية وغنبقاو نقولها حتى في الآخر إن شاء الله بحول الله. حنا غنلعبوا مقابلة بمقابلة وحنا ديما متفائلين بالفرقة ديالنا، رغم داكشي اللي كنا خايفين منه، داكشي اللي وقع في كوب دي موند راه هو اللي كيوقع لنا دابا في كوب دافريك دابا، ديال لي بليسير دابا هو المشكل دابا. ومشى مشى مشى بوفال، مشى صافي، خرج من المسابقة. زياش ان شاء الله بحول الله غادي يكون، الله علمو قال لك راه يكون ان شاء الله، يقدر يكون ان شاء الله بحول الله. هذا هو اللي كنت تخوفوا منه، كتخوفوا من هاد الاصابات ملي كنتخوفوا منهم، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يتوفقوا ان شاء الله بحول الله ونفوزوا بهذه المقابله. حنا عندنا ثقه كبيره في اللاعبين ديالنا وفي الستاف ديالنا وفي الجماهير المغربيه اللي كاينه في كوت ديفوار، والجمهور ديال كوت ديفوار حتى هو اللي كيساند المنتخب المغربي. حنا غاديين في خط تصاعدي الحمد لله. كما قلت انا ما كنتكهنوش بالنتيجه، نقولوا اربعه ولا جوج زيرو ولا ثلاثه زيرو. انا بغيت الكاليفيكاسيون، انايا بغيت نتكاليف ان شاء الله بحول الله. وما ننساش بالدوزيجه، كنتاسف للمنتخب المصري كما كتاسفنا للمنتخب التونسي والمنتخب الجزائري اللي كنت بغيتهم يكونوا تما دفء تما بالنسبه للمنتخب المغربي، يكونوا المنتخبات العربيه اللي ما كنتش عليك. انا ملي الهزيمه ديال مصر البارح والله العظيم لا اثرت فيا انا البارح، لا ما كما تاثرت بالجزائر وتاثرت بالتوانسه تاثرت بالمصريين. لانك علاش؟ لان خصهم يكونوا تي ما داش المغرب الكاس ديال الجزائر، ما داوش الجزائر ديو التوانسه، ما داوش التوانسه كاينين المصريين. وكايا شمال افريقيا ما، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كنقول انا بقات موريتانيا والمغرب، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى كما قلتي يضافر الجهود ديال 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 اللاعبين. وما كنتش عكا حتى الاجواء ديال تماك شويه صعيبه، مناخ هو شويه صعيب، شويه ديال الرطوبه وسي بلاصياك الرطوبه والصهد. واخا حاجه زوينه دابا هو كيلعبوا في العشيه، كيلعبوا مع الست العشيه وكتلعب مع التسعود، كتبقى الرطوبه مرتاحه، كتبقى الرطوبه دابا شي ملي يكون لاعبين مع الثلاثه كتكون الصهد والرطوبه كتكون شويه مع شويه. اما ملي كتوصل الست العشيه والسبعه والثمانيه والتسعود كتوصل 72 70 شويه صعيب الحال. واللعابه راك عارف اللعابه عايشين في اوروبا ما عايشينش في والفرق اللي كنلعبوا معاهم حنا دابا افارقه كلهم عايشين عايشين بالاجواء. نطلب الله سبحانه وتعالى ما يخيبنا ان شاء الله بحول الله. وحنا كنقول اللعابه ديالنا حنايا ما بقى قد ما فات، راكم بزتو درتو المهم درتوه، مشيتو دزتو في الدور الاول كنتو مزيانين، دزتو تما الاولين. كنطلب من الله سبحانه وتعالى يوفقنا الله سبحانه وتعالى ونفوزوا بهذه المقابلة ديال جنوب افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله ونوجدوا المقابلة اخرى ان شاء الله بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا متفائل لانني عندي ثقه كامله في الطاقم التقني والطبي والاداري والجامعه واللعابه والمجتمع المغربي كامل والشعب المغربي كامل وراء هذا الفريق بالقياده ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله اللي كيدعم هذه الرياضه. وان شاء الله باذن الله راه غادي ان شاء الله غادي نتكاليفاو ان شاء الله وغادي نربحوا بجوج زيرو عرفتيني. ولكن كيتحم واحد الناس كتقول لك كره القدم راه هاد دابا راه تخسر مشيتي، خاصك تضافر الجهود، خاصك دير ما لك وما عليك. وان شاء الله باذن الله حنا عندنا كامل الثقه في هاد اللعابه. راه الا ما كانش بوفال راه كاينين دراري اخرين، يعني المنتخب ما كيبقاش هذا الشيء. لا المنتخب راه ديالنا كامل كما قال الركراكي، راه عندنا لعابه تبارك الله في مستوى، كلهم مستوى عالي. راه عندنا حارث راه تبارك الله يعوض اي لعاب، كاين زلزولي، كاين الصباري، كاين امين، كاين عدلي، كاين تبارك الله الدراري مزيانين. هي الاخطاء هي غادي يصلحوها، يصلحوها ان شاء الله. الفرديات وبزاف دوك انا من هذا المنبر الله يجازيكم بخير اللعابه كنوجه نداء للعابه، اناعي
وكنوجه للزلزولي وكنوجه لبعض اللاعبين اللي كثرت المراوغه وتشد الكره راه لا فائده منها. راه اللعب الجماعي يعطي الثمار ديالو كيعطي النتيجه. الا لعبتي جماعي وعطيتي صاحبك كيف كيدوي خويا ميلاص علاش كيدوي ما كيدويش على زعما حيت تشد الكره في رجلك راه كتكون كويري غتكون تشد. دابا ميلاص على الشدوه خاف يتوعتوا ليه اللعابه ما كتشد كره في رجلك بزاف راه عرفتي لي زافريكان عارف لي زافريكان راه شويه عندهم القوه البدنيه عندهم شويه زايده حيت لي زافريكان عنده اغريسيف حيت كيقدر يجيك باكل يقدر هو ما عندوش روق ياخذ صفره ولكن تيعطبك ولكن ما عندوش عنده واحد العقليه في شكل. ولكن من هذا المنبر المغاربه كنقول لهم انا هاد اللعابه ديال المغاربه خصهم ياخذوا الحيطه والحذر. انا ما يخلعوش بيرسيطاو بيرسيطاو راه ما كيدير والو راه عنده شوف ويحتاطوا من القذف خارج المربع العمليات هما كيتيروا من المربع العمليات وعندهم شوف عندهم لاريير دروا اللي شويه هذاك حريمي وحاضر راسو عارف اش كيدير ولكن باذن ديال الله سبحانه وتعالى غادي ندوزوا. هما لعيبه حنا عندنا لعيبه كبار حنا هما كيتخلعوا منا الكبار معوده ديال راكم عارفين شوف ولكن شوف افارقه اختي مريم باش تكونوا واعيين حنا ودادين فعلا ودادين ولكن دابا ما كنقولش عليك انا مغاربه كنجبدش الوداد دابا حنا مغاربه مغرب حنا كل يد بيد المغرب المغربي نزيدوا بالمنتخب حنا مغاربه وداد بوحده وراجل ديال المغرب بوحده فوق كل فرقه فرق كامله ديالنا ولكن المنتخب المغربي كتبقى ما بقاش انتماء كتكون المغربيه والعالم الوطني والشعار ديال البلاد ديالنا وبملكنا وبرئيس الجامعه وبكل شيء باللعابه الحمد لله غادي ندوزوا ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله باذن الله الشيء اللي غادي ندوزوا يدبرها الف مدبر. كما قلتي مدبر حكيم مدبر حكيم الله سبحانه وتعالى ملي غدوز ديك الساعات غتشوف وان شاء الله باذن الله غادي ندوزوا لان شوف فريق جنوب افريقيا راه عندهم سانداوس عندهم 9 لعابه ودوك سانداوس كيحتكروا الكره باش يستريسوا الخصم ولكن الدراري ديالنا عارف الاوريغراغي تبارك الله راه مشى لادغال الافريقيه ولعب في الادغال الافريقيه مع فريق الوداد الرياض مع سانداوس ومع بيتريتي اتليكو ومع بزاف ديال الفرق اه ومشى للانغولا مشى للجنوب افريقيا مشى للكاميرون ما خلا فين مشى مشى للكوت ديفوار مشى ولكن الحمد لله باذن ديال الله سبحانه وتعالى غادي نجيبوا نتيجه مزيانه. التضافر ديال اللعابه والشعب المغربي المتلاحم اللي انا كنشكر الشعب المغربي لانه كيحب البلاد ديالو حتى غادي يكون بونتوش بونتوش غادي يكون غادي يعطي واحد الاضافه وغادي ان شاء الله واحد شحنه وغادي يتكلم مع اللعابه يكون قريب لهم وان شاء الله باذن الله. شوف المغرب كيبقى مغرب المغرب كلشي كيخاف منه جميع الفرق تهابوا باش ما تلاقاش مع المغرب والمغرب ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو قياده ربان الطائرة وهو السي وليد الركراكي اللي أكن له الاحترام والتقدير لأنه رجل المرحلة رجل كيعرف يدبر المرحلة شطر بشطر وبإذن الله إن شاء الله الانتصار حليفنا وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. باش نزيد كلام ديال الأخ ديالي ميلاص على جبد المدرب وجبد لا شي في لونطري ما كيفاش كنتفرجوا في لونطري ديال المنتخب المغربي واحد التلاحم كاين واحد الابتسامه واحد الضحك واحد العلاقه ديال الاخ اخاوي العائله هذيك هي البوان فور ديال المنتخب المغربي. حنايا القوه ديالنا هو التلاحم ديال اللعابه ديالنا حنايا هذا هو القوه ديالنا ان شاء الله بحول الله واللي تخرج يقضي كما قلتي دابا حنا ما واقفينش على حنا ذاك ما درنا في قلبنا صراحه بوفال ملي توعد بوفال يقدر الله ما شاء درنا في قلبنا الاول زياش الاول زياش ان شاء الله غيكون ان شاء الله غيكون ان شاء الله حاضر ان شاء الله بحول الله وكما قلتي لي دخل راه كيقضي الغرض ان شاء الله بحول الله ورا الشعب المغربي راه وراكم وحنا راه في جنبكم ان شاء الله بحول الله كنتمنى هذا الكاس هذا شغوف في كره القدم هذا الكاس هذا كنتمناه من الله سبحانه وتعالى الكاس هذا ما يضيعش لنا حتى واحد القضيه اختي مريم نقول لك على هذا الكاس هذا اللي جبناه كوني على يقين لا جبناه غنجيبوا الكاس الثاني تا هو ان شاء الله غيكون في المغرب ان شاء الله بحول الله انا بغينا نرتفوهم بجوج ان شاء الله بحول الله باذن الله نجيبوا هذا ومن بعد الاخر ان شاء الله بغينا نرتفوهم بجوج ان شاء الله بحول الله ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى ما يحشمناش وعاود كنزيد نكرر عاوتاني كنتاسفوا للفرق الجزائر منتخبات الجزائر والتوانسه والمصريين اللي صراحه ما انا كنهضر على راسي انايا والله العظيم الا بقوا فيا بالله بغيتهم يشاركوا بغيتهم يحلوا موفق ان شاء الله كنطلب الله سبحانه وتعالى
على كيما قلتي ورموا الصفوف ديالهم. انسان راه دول هادو، راه دول دول عظمى، دول كبيره، وما تما 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 ما تصاوبش فرقه ديال 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 اللي غتنافس على على في الادغال الافريقيه، دونك راه بحال شي حاجه ما كاينش. غيكون خير ان شاء الله بحول الله، كنتمنى ان شاء الله الفوز ان شاء الله المغرب ان شاء الله بحول الله، ونخرجوا نخرجوا ان شاء الله نخرجوا نحتفلوا في الزقه ان شاء الله بالكاس ديالنا ان شاء الله بحول الله. ويخرج سيدنا تو يحتفل معنا ان شاء الله، كنا احتفل في السنه الماضيه ملي مشينا كوب دي مون كاس العالم. انا كيبان لك انا المغرب مغرب بلاد ديال الرياضه، ملي كتقول الدعم ديال الرياضه، الدعم الرياضه شكون كيدعم الرياضه؟ راه هو سيدنا الله ينصره، هو الرياضي الاول. حنا كندويو حنا الرياضي الاول هو صاحب جلاله الله ينصره، لان علاش؟ لان هذاك الشيء الفلوس اللي كتصرف على الرياضه كتعطات الاكل ديالها. الحمد لله عطات الاكل ديالها، باش عطات الاكل ديالها، ماشي غير في كره القدم، في جميع لي زانسبلين. دابا تخيل معايا هوند ولا شي هوند، راه غادي بمسيره زوينه غادي بالهوند دابا، لا فوتسال ولا كره النسويه ولا اي رياضه، اي رياضه في لا باسكيت، لا كل شيء الحمد لله، فولي كل شيء الحمد لله غادي في خط الزاويه. والبنيه التحتيه اختي، شوفي عاد شوفي البنيه التحتيه ديال المغرب كيفاش دايره. التيرانات غادي في التيرانات غادي مزيانين والحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى كما قلتي الدول العربيه كامل ان شاء الله تشوف ان شاء الله وتبني في السياق ان شاء الله بحول الله، وان شاء الله باذن الله غادي نشرفوا ان شاء الله باذن الله المغاربه، لان المغاربه هما اللي كيدعموا الشعب المغربي. الشعب المغربي راه مسطي على كره. انا كنشوف في المقاهي انه ملي كتماركي المغرب راه كانه ماتشنا، راه كي بدون هراري شباب وشياب وشيوخ ونساء واطفال وكل شيء كيتهز. كانه انا شوف، انا راه لاحظت واحد الملاحظه، واحد المراه مسنه غاده وراه الله شاهدوا عليها، وملي قالوا لها قالت لهم مال هذا الشيء، قالوا لها راه المغرب ربح هذاك الشيء، هزت العكاز ديالها مسكينه وكتبدا تدور بحال كوت تمشي وغاده في الطريق وتغني. وشعارنا الدائم الله الوطن الملك وانتصار الفريق الوطني المغربي، والى اللقاء. شكرا. شكرا على التفاعل ديالكم. استاذ ميد الكلمه الاخيره. كنشكر شوف تيفي اللي كتخلي لنا ديما كنعبروا على شيء، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا ان شاء الله بحول الله ويكون شي انتصار. ما كنتش عليك والله العظيم، الا كنت تفكر هذه المقابله والله العظيم ما كيطير مني النعاس، والله القسم بالله عليه العظيم. كنتمنى ان شاء الله نفوزوا بهذه المقابله، وكما قلت مقابله بمقابله ان شاء الله بحول الله. وشكرا شوف تيفي. نبقى لي نودعكم، تلقاو بالتاخر، بالسلامه عليكم.